مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ربع ساعه عقارات، ربع ساعه جديده وجوله جديده في اخر اخبار السوق العقاري المصري. يلا بينا نبدا على طول. خلينا نقول ان عنوان الفقره دي الاولى دي ممكن نخليها او نسميه هدايا الدوله للمواطنين. اول خبر معانا واول هديه هي انه مجلس اداره هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وافق على منح تيسيرات لسداد المستحقات الماليه للوحدات السكنيه والاداريه والمهنيه والمحال التجاريه كمان وقطع الاراضي من مختلف انواعها ومساحتها سواء كانت سكني تجاري خدمي استثماري صناعي. طيب ايه هي التيسيرات اللي معموله ديت؟ انه صدر قرار بالاعفاء من سداد 90% من غرامات التاخير في حاله سداد كامل المستحقات المتاخره، وده هيكون لمده شهرين من تاريخ نشر الاعلان بالصحف، وكمان هيبقى منشور خلال ايام قليله ان شاء الله. طيب الكلام ده يعني ايه ببساطه؟ اقول لحضرتك يعني مثلا لو حضرتك شاري شقه ومتأخر عليك مثلا 3 أقساط أو 4 أقساط، طبعا هينزل عليه غرامات تأخير كبيرة لعدم الالتزام في السداد. القرار بقى بيقول إنك لو رحت سددت كل المتأخرات اللي عليك هيتم إعفائك من 90% من قيمة الغرامة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت مثلا لو عليك الغرامة 100 جنيه هتدفع 10 جنيه بس. في حاجة كمان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكدت في تصريحات ليها إنه هيتم تطبيق التيسيرات ديت على الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير. وأكدت الهيئة إن التيسيرات لا تسري على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة أو الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.